تعرفوا إنه ممكن نحضر وجز البطاطا بالقلاية الهوائية بطريقة كتير سهلة، ما رح تاخد منا أبدا مجهود، والنتيجة كمان رح تطلع ممتازة. منبرم قرمشة وعليها طبقة كتير طيبة من البهارات والنكهات، ومن جوا طرية ودايبة ومستوية. طبعا كمان في حالة ما توفرت القلاية الهوائية رح نحضرها بنفس الطريقة بالفرن أو قلي. من أطيب وأسهل أنواع البطاطا اللي ممكن نحضرها بسهولة. رح أبدأ باستخدام حبات البطاطا الصغيرة شوي، حجمها بهذا الشكل زي ما شايفين. طبعا غسلتها كتير منيح وفركتها بفرشاية خاصة، بتركها لاستخدام الخضار والفواكه بس، لأنه الوجز زي ما بتعرفوا بتضل بقشرها. طيب في حالة ما حبينا نضيف القشر أو نترك القشر، بكل سهولة بنقشر حبات البطاطا. القشرة بتساعدنا، بتعطيها قرمشة بسيطة ونكهة كتير طيبة. قطعت حبات البطاطا بالطول، بعدين كل جزء رح أقطعه لجزئين أو ثلاثة زي ما شايفين. لو حبينا تكون رفيعة شوي بنقطعها ثلاثة زي ما موضح معانا بالفيديو. طريقة تقطيعها كتير سهلة زي ما شفتوا. تابعت تحضير كل الكمية بنفس الطريقة وحطيتها بوعاء كبير. طبعا الكمية اختيارية، أنا هون استخدمت 6 حبات متوسطة الحجم زي ما شفتوا. رح أغمر البطاطا بمي مغلية سخنة كتير، يعني من النار مباشرة على البطاطا. رح أغطيها فورا بنايلون راب، ورح أتركها منقوعة لمدة نص ساعة على جنب لحد ما صارت عندي بهذا الشكل. تخلصت من كمية كبيرة من النشا الموجودة داخل البطاطا، بالتالي بتعطيني قرمشة أكتر لما بطبخها أو بقليها. صفيت البطاطا من المي بهالشكل. هون بيجي وقت إضافة البهارات والنكهات. الكمية هاي اللي عندي رح أضيف لها نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بابريكا حلوة، ممكن نستخدم الحارة لو حابين. عندي كمان البصل البودرة نفس الكمية، الثوم البودرة كمان طبعا، الأوريغانو أو أي نوع من الأعشاب اللي بتحبوها، كمان ضفت الريحان المجفف. هون رح أضيف معلقة كبيرة نشا ومعلقة كبيرة طحين. نقدر نضيف 2 كبار طحين بس أو 2 كبار نشا، بحب أخلطهم لأنه النشا بيعمل قرمشة كتير قوية والطحين بيغلف حبات البطاطا بشكل جيد. هلأ رح أفركهم بإيدي بهاي الطريقة لحد ما تتغلف حبات البطاطا من كل مكان بالطحين والنشا وخليط البهارات. بعد هيك أكيد لازم نضيف الزيت حتى تتحمص معي الحبات بالفرن أو بالإير فراير. رح أستخدم طبعا زيت الزيتون لأنه يعتبر من الدهون الصحية واللي نكهتها كتير طيبة. قدر الإمكان حاولوا تستغنوا عن الزيت النباتي. ضفت 2 كبار من الزيت وقلبت كمان مرة لحد ما تغلفت عندي حبات البطاطا بهذا الشكل. هون بيجي دور التحضير. هلأ بنتقل للإير فراير، رح أشغلها وأضبط الحرارة على 200 وشغلتها لمدة 5 دقايق حتى تصير عندي سخنة كتير. وهاي الطريقة الصحيحة لاستخدام الإير فراير اللي أغلب الناس ما بيعرفوها. لازم الإير فراير تتسخن كتير منيح لمدة 5 دقايق على نفس الحرارة اللي بدي أطبخ عليها البطاطا لما أحطها داخلها. كمان نفس الطريقة الفرن، لازم يكون الفرن محمى مسبقا لمدة 5 دقايق على الأقل قبل ما أضيف البطاطا. أنا هون حطيت البطاطا بالإير فراير بعد ما سخنتها ورح أسكرها، وهون رح أضغطها أو أضبطها على برنامج البطاطا الموجود داخلها، بيحتاج تقريبا معي مدة 20 دقيقة. رح أطلعها بنص المدة، يعني بعد 10 دقايق رح أفتح درج الإير فراير وأقلب البطاطا كتير منيح وأرجعها كمان مرة تكمل باقي المدة. بعد هيك رح تصير عندي البطاطا بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله مقرمشة جدا، اللون اللي حصلت عليه كتير حلو، النكهة بتشهي، ورح أضمن لكم كمان إنها بتكون مستوية تماما من الداخل. طعمتها ولا أطيب وطريقة تحضيرها ولا أسهل، وزي ما شفتوا صحية 100%. رح يحبوها الصغار والكبار، ومنقدمها طبعا مع أي طبق من اللحوم أو المشاوي وصوصات المايونيز والكاتشب. إن شاء الله تعجبكم وألف صحة.